بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. عبد الرحمن الدحي من حريم لا يقول: فضيلة الشيخ صالح، حدثونا عن فضل الصدقة وعن أثرها في جلب الخير للمسلم ودفع الشر، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الصدقة فيها فضل عظيم وثواب جزيل. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا فيه أن الله لا يخفى عليه عمل المحسنين، وأنه يجازيهم والمتصدقين، وأنه يعلم الناذرين، نذور البر إذا وفوا بها فيثيبهم عليها. والله سبحانه وتعالى قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، في سبيل الله بهذا الشرط، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. والله جل وعلا حث على التصدق بالمال الطيب، وأما المال الخبيث فإنه لا تقبل الصدقة منه، ولا الكسب الحرام لا يقبل. إن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب من المال هو الكسب الحلال أو هو من الطيب. الله جل وعلا سمى هذا قرضا لأن المقرض يدفع المال لمن ينتفع به ويرد بداله. الله جل وعلا يرد عليك ما أقرضته له أضعافا كثيرة، أضعافا مضاعفة. تكفل الله سبحانه وتعالى بذلك، ووعد أيضا بالخلف. قال سبحانه وتعالى: فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين. فالله يخلف على المنفق بخير مما أنفق في الدنيا والآخرة. والمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص من الصدقة، وإنما الصدقة تزيده، بل تزيده، بمعنى أنها تنميه وتزرع البركة فيه، وإن نقصت من المال فإنها تزيده بركة وخيرا ونماء. ويخلف الله خيرا مما أنفق، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بالنسبة لحكم الطلاق للمرأة التي عليها العذر الشرعي، سواء كانت الطلقة الأولى أم الثالثة، لا يجوز الطلاق. هذا الطلاق البدعي وهو حرام، حرام. ما يجوز تطليق المرأة وهي حائض أو نفساء حتى تطهر من الحيض والنفاس ثم يطلقها، هذا يسمى الطلاق البدعي. كذلك الطلاق الثلاث بلفظ واحد هذا طلاق بدعي. فالبدعي إما يكون بدعيا في الوقت، وإما يكون بدعيا في العدد. نعم. ماذا يلزم من شك أثناء قراءة السورة أنه لم يقرأ الفاتحة فقرأ الفاتحة ثم أعاد السورة؟ لا يلتفت للوسواس، هذا وسواس، وكونه ما وسوس إلا بعد ما شرع في السورة هذا من الشيطان، فعليه أن يمضي ويبني على أنه قرأ الفاتحة. نعم. أحسن الله إليكم. متى يصبح المباح مكروها؟ هل بالنظر لمفاسده أم بالنظر لأضراره على المجتمع؟ المكروه هو ما يثاب
فاعله ولا يعاقب ما يثاب تاركه، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فهو عكس المستحب. وذلك لأنه لا يخلو من آثار سيئة، لا يخلو من آثار سيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا كان المال المشتبه والمال المشكوك في حله لا يستعمله الإنسان لنفسه، فكيف يتصدق منه؟ والله جل وعلا يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ومن الخبيث ما كان مكروها ومشتبها مشكوكا فيه. نعم. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، ما تفسير الآيات المباركات في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ سبب نزول هذه الآيات أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يحضروا وأن يستمعوا لدعوته عليه الصلاة والسلام، لكنهم قالوا: نحن لا نجلس معك وعندك ضعفاء المسلمين كبلال وصهيب وعمار بن ياسر، اطردهم عنا حتى نجلس معك، نحن لا نجالسهم. الله جل وعلا نهاه عن ذلك، فقال: واصبر نفسك، يعني احبس نفسك، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء يجلس معهم، واصبر على الجلوس معهم، لأنهم عباد صالحون مؤمنون متقون لهم فضل وإن كانوا فقراء. ولا تجلس مع هؤلاء الذين يتكبرون عليهم ويقولون: اطردهم عن مجلسنا حتى نجلس معك. ولهذا قال الله لنبيه: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لأن هؤلاء ما عندهم زينة حياة ولا عندهم، لكن عندهم الإيمان، عندهم الإيمان زينة القلوب وزينة الأعمال. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وهم المشركون الذين يطلبون طردهم من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا تهديد للكافرين وترغيب للمؤمنين، وفيه أن الإنسان يعمل العمل باختياره وليس مجبرا عليه كما يقول الجبرية. هذه آيات عظيمة وآداب شرعية عظيمة، ألا نحتقر فقراء المسلمين والضعفة، بل نرق لهم ونجالسهم ونرغب في صحبتهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الذي وردنا من أحد الإخوة يقول: رجل طلق زوجته وله منها أولاد وبنات، وفضلت هذه الزوجة البقاء مع أولادها في بيتها، هل يجوز له البقاء معها وهي مع أولادها بالبيت، علما بأنه رجل كبير بالسن وفي حاجة إلى من يقوم بشؤون مثل الطعام ونظافة الملابس؟ لا بأس بذلك، لكن تحتجب منه، تعتبره أجنبيا منها، وما دام البيت فيه أولاد وفيه ناس ولم يخلو بها فلا بأس بذلك، لكن مع الاحتجاب عنه والامتناع منه، لأنه أجنبي منها. نعم. استخراج تأشيرة عمل باسم الأم ثم قام هذا الرجل ببيعها للعامل، فهل على الأم إثم؟ وهل من نصيحة لمن يفعل ذلك؟ لا يجوز هذا، هذا من الكذب والاحتيال على النظام، على نظام الاستقدام، وهو كذب. ولا يجوز بيع هذه التأشيرات، حرام بيعها، إنما يأخذها من يحتاج إلى عامل ويأتي به ليعمل عنده. ما ملأ الشوارع وما وضايق الناس إلا مثل هؤلاء الذين يجلبون إلى البلاد وفيهم من هو مجرم أو من هو مسيء أو من هو يعمل ضد المسلمين. ولا يجوز استخدام الحل الاستخدام إلا بقدر الحاجة وحسب النظام. نعم. هل يأثم المصاب بضيق النفس والاضطراب إذا لم يشهد الجمعة والجماعة؟ إذا كان له عذر شرعي ويتضايق إذا حضر مع الجماعة فله عذر في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن شروط من يقوم بتعبير الرؤى،
حيث كثر في زماننا من يقومون بتعبير مثل هذه الأمور. لا يجوز اتخاذ التعبير حرفة يؤخذ عليها دراهم أو يكون لها برامج في الإذاعات والتلفزيون، هذا كله لا يجوز. والتعبير منه ما هو تعبير صحيح إذا جرى على يد معبر متخصص في هذا الأمر عنده فراسة ومعرفة، ومنه ما هو تخرص ولا يجوز. فلا يجوز العبث في هذه الأمور وابتزاز أموال الناس والتشويش على الناس أيضا في ذلك. نعم. ما حكم من اغتسل للجمعة ثم صلى ولم يتوضأ؟ إذا كان نوى دخول الوضوء مع الاغتسال فإن صلاته صحيحة، أما إذا كان لم ينوي دخول الوضوء مع الاغتسال فلا بد من إعادة الوضوء وإعادة الصلاة، قد فاتت الصلاة الجمعة فيصليها ظهرا. نعم. هذا سائل آخر يقول: شيخ، كيف يفعل من عليه أيمان ونذور ولم يوفي بها حتى الآن؟ لا نعلم ما هي هذه الأيمان وهذه النذور حتى يبينها، أما مجرد عليه نذور وأيمان ونحن لم نعرف هذه النذور ولا هذه الأيمان فلا نستطيع الإجابة عليها. نعم. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ على الأراضي والعقار، هل عليه زكاة؟ وبعض هذه الأراضي منح وبعضها بدون صكوك. الأراضي التي يملكها وينويها للبيع هذه أصبحت عروض تجارة، ينعقد أو يبتدي حولها من نية البيع، فإذا تم حول على نية بيعها فإنه يقومها بما تساوي حال تمام الحول ويخرج ربع العشر من قيمتها، وإن باعها فإنه يزكي قيمتها من الدراهم بإخراج ربع العشر لأنها أصبحت تجارية. وأما الأرض التي لم يملكها ولم يأخذ عليها صك شرعي فهذه لم تدخل في ملكه، فلا يجب عليه زكاة فيها. نعم. هذا السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة بالفاكس، يقول في هذا السؤال: ما المقصود بالورث؟ هل هو كل ما يملك المتوفى من نقد وعقارات، علما بأنه يمكن أن يتأخر بيع العقار؟ فما الطريقة المثلى بالنسبة للثلث الموصى به؟ نعم، التركة والميراث كل ما خلفه الميت من الأموال والاختصاصات إنه يكون لورثته على حسب قسمة الله سبحانه وتعالى في أنصباء الورثة من فروض وتعصيب، إنه يوزع على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما كان من النقود إنه يوزع على الورثة بذاته، وما كان من العقارات فإنها تثمن أو تباع وتوزع قيمتها، أو تثمن وتقوم بما تساوي وتوزع القيمة على الورثة. وأما الثلث، نعم، الثلث إذا كان لغير وارث وهو في حدود الثلث ومصرفه مصرف شرعي يجب تنفيذه لأنه حق للميت تصدق الله به عليه ليجري نفعه عليه بعد موته، لا يجوز التساهل في الوصية، الله قدم الوصية على الميراث، قال جل وعلا لما ذكر المواريث قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فيبدأ بالدين، ولكن الله قدم الوصية عليه من باب الاهتمام بالوصية، لأن الدين له من يطالب به، أما الوصية فليس لها من يطالب بها، ولذلك قدمها الله على الدين لئلا يتساهل في شأنها. نعم. هذا يقول: أنا مقيم وأعمل بالمملكة العربية السعودية، أعمل بالطائف وأرغب بالعمرة لعمي وهو مريض بالشلل، فما الحكم ومن أين أحرم؟ إذا كان عمك لم يعتمر عمرة الإسلام ولا يستطيع أن ينقل ويؤدي العمرة محمولا فإنه يوكلك وتعتمر عنه عمرة الإسلام كما جاء في الحديث: حج عن أبيك واعتمر في بعض الروايات. نعم. يقول: مريض بالشلل من أين أحرم؟ يقول: يحرم من الميقات الذي يمر به، وإن كان دون الميقات يحرم من المكان الذي نوى منه إن كان خارج الحرم، وإلا فإنه يحرم من حدود الحرم. فمواطن الإحرام ثلاثة: الإحرام من المكان الذي نوى منه إذا كان خارج الحرم، الإحرام من حدود الحرم لا يتجاوزه إلا وهو محرم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هل عبارة
العبارة المتداولة بين الناس الخالة في مقام الأم صحيحة؟ نعم، هذا معنى حديث ورد في ذلك، الخالة بمنزلة الأم فلها الحق الصلة والإكرام والتوقير. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما تعريف الاستنجاء والاستجمار ومتى يكون؟ الاستنجاء يكون غسل المخرج من البول والغائط بالماء، وهذا هو الاستنجاء. أما الاستجمار فيكون بمسح المخرج من قبل أو دبر بالحجارة التي تنقيه. نعم. سائل آخر يقول: بالنسبة للتورق أنا أتعامل به، هل هو جائز في البيوع وما صفته؟ الأولى لا تتعامل به، ولكن التورق إذا انطبقت شروطه بأن تكون السلعة عند الدائن قبل العقد، يملكها قبل العقد مع المدين، وأيضا المدين يقبضها وينقلها من مكان البايع الدائن ويبيعها في مكان آخر على غيره، فهي في هذه الحالة مرخص فيها عند جمهور أهل العلم. وأنت لا يكون كل شغلك في مثل هذا، لأن هذا فيه خلاف بين العلماء، ابتعد عنه إلى كسب آخر ليس فيه إشكال. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. سجل هذا اللقاء زميل المهندس عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله.